بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، التواصل مستمر في هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة. التهاني دائما للتوقيت الأفضل، التوقيت الأجمل لراعي صدفة والشبابي عبد الله بن المر بن حلوة الاجتبي، دقيقتين 55 62، جزء من الثانية. صدفة ويا محلى، صدفة ويا محلى أداها يا بن حلوة. نتمنى لك التوفيق في الأيام القادمة، في الختاميات، في التسعيرات إن شاء الله. شوطنا الثامن الذي انطلق منذ لحظات، يا السلام، المركز الأول. هناك مذهل خليفة بن محمد بن سالم الدرعي، من يقدم مذهل نجد للسيد يمعة بن عبيد بن خليفة بالساحر لاجتبي النقلة على مايهاب اللي وصل أيضا بثالث المراكز. عبد الله بن علي بونواس الاجتبي قناد، هناك أيضا لسالم بن عبيد بن هيل الخاطري، ولكن المندوب سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي اللي غير هناك، من ينتقل من موقع إلى موقع، بينما اللي في المركز سات شاهين لمحمد بن سعيد برويس اجتبي المركز السابع مفوض راشد بن محمد بن راشد بن نغدير الاجتبي، وفي المركز الثامن شاهين برمان بن عبد الله بن مرمان الشامسي، بينما اللي في المركز التاسع ايضا هناك شاهين حب ولا دخان لسعيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاجتبي، وهناك ايضا بن علوان من الجانب الاخر محمد بن علي بن علوان عاشرا. هكذا كانت النتيجة. روح يا خليل اشوف الجعدان سوى عج يا منتوب يا مذهل يا الدرعي ويا الدنة، ماذا لديكم مع بالساحر؟ ثلاثية جميلة للغاية، ولكن بالساحر اللي ما زال مسيطر مع نجم بن عبيد بن خليفة بالساحر الاجتبي، مسيطر على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول على هذا الأداء المميز. ولكن المندوب في المركز الثاني أيضا حاضر مع سالم بن بخيت بن رشيد الاجتبي ثالث المراكز مذهل، ولكن نكتفي بهذا العنوان العوير الأقرب لهذا الناموس، العوير مع نجد. أيها الإخوة مشجعين وحاضرين بهذه الانطلاقة الجميلة، هناك يمعة بن عبيد بن خليفة بالساحر مواقفة جميلة في هذا الموسم، ذو مواقفة مميزة في هذا الموسم. سلام يا العوير، سلام بالساحر، سلام يمعة بن عبيد بن خليفة بالساحر. المركز الثاني سالم بن بخيت بن رشيد، المركز الثالث أيها الإخوة خليفة بن محمد بن سالم الدرعي، المركز الرابع اللي في المركز الرابع ما شاء الله تبارك الرحمن، هناك سالم بن عبيد بن هيل الخاطري، وفي المركز الخامس دخان يأتي خامسا سعيد بن علي بن عبيد بن رشيد. التوقيت الزمني ما شاء الله 3 دقائق وفاء تماما. سلام يا بالساحر، سلام على هذا الأداء بدون أي أوامر ولا شبه أوامر تذكر عليه تهانينا والناموس.